من دوار معاك لا سيدي حياه زعير، يعني تنتفاجئوا يعني بهذا اللاقط الهواء اللي تحط فجاه، يعني واش هاد الساكنه، يعني حنا ماشي ضد الريزو ولا شي حاجه، حنا مع الريزو، ولكن كاين مناطق خاوي يقدر يتحط فيها هذا الريزو هذا، يعني تنطلبوا من السلطات سواء محليه الجماعه العامله يعني يديروا دخل في هذا الريزو هذا، يعني راه واش الساكنه محطوط، يعني تشكل خطر كبير، وكاين ناس مريضه، يعني قدام كاين سيده راهي ماشي لها بنت بسبب هذا السرطان، يعني يجيبوا وحطوا وحده راه عيب وعار هادشي، لازم نشوف انا هاد الشركه هادي اللي عندها مسؤولين وعندها يعني عندها مسؤولين يعني كبار ومهندسين كبار، يعني يديروا دراسه لهذا الريزو هذا وشوفوا واش يتحط وسط الساكنه ولا لا، يعني يديروا كاين بلايص خاويين يقدر يتحط فيهم، يعني تحط بلايص خاويين، يعني حنا واعدونا يعني جاو شي حفروا سولنا قلنا غير لابيسين غيتحط هنايا، يعني بداو شي حفروا قلنا حنا راه لابيسين، حيت السيد عنده فيلا قلنا راه لابيسين، تنتفاجئوا شويه تبداو شي تمونطا الريزو، يعني دفعنا درنا شكايه للعماله شكايه للقياده شكايه للبشاويه، يعني تنتفاجئوا يعني الخدمه فيها بالليل وبالنهار، يعني حنا نجريوكم خدامين بالليل ونهار ما تيسكتوش الخدمه، يعني حنا الصباغه كيما طايره عليا ها هي الصباغه تطيرنا حنا فوق حوايجنا الصباغه، يعني راه حتوما الدار ديالي ها هي بعيده على مترو البونونات والصباغه تطيح فوق الدار ديالي، يعني تنطلبوا من المسؤولين تمشي داخل هذا الريزو هذا. جزاكم بخير، تنشكر هاد القناه اللي جات عندنا هنايا ولبات النداء ديالنا وشكرا. خويا هنا المعاناه تاع الساكنه هذا الريزو هذا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الناس هنا مريضه خويا وما داروا معنا حتى شي حل للمسؤولين، وحنا نطالبوا المسؤولين نناشدوهم الله يرحم الوالدين يتدخلوا ويديروا معنا شي حل لهذ القضيه هذه. اينا ما نطالبوا تقينا البيبان اي واحد قصدنا ما كان والو الله غالب اخويا. الله يجازيك بخير، انا باختصار تنقول هذا الريزو ماشي بلاصتو هنايا وحنا ضد هذا الريزو، ما بغيناهش يكون هنايا حيت خطر على وليداتنا وخطر على المجتمع، حنا ما شناش، حنا سمعنا من الساكنه من الجيران من التيسع تيقولوا راه لابيسن تيتحفر، ولكن من موراها دازت 3 ايام تبان لينا الحديد فايت التفصيل ديال البارابول، عاد عرفناه بلا راه ريزو، صافي تما فاش الازواج ديالنا ناضوا وتنطلبوا يديروا لينا حل هذا الشيء، ديروا لنا حل الا فيه خير مرحبا، يحيدوه من هنا ويديوه لبلاصه اخرى، ما فيه خير يحيدوه من هنا، راه حنا عندنا وليداتنا هي بنتي عندها مرض مزمن، الجاره ديالي هي عندها بنتها مرض مزمن، يعني يديروا شي حاجه اللي ما غدرش بالانسان، يشوفوا شي حاجه تنترجم السلطات يديروا لنا حل. ما بين الليل ونهار كنكتشفوا بلا جا واحد الريزو تحط هنايا، ملي ما كاينش شي واحد اللي جا وسول الناس قالوا لهم اودي بالله غنحطوا هذا الريزو هذا، ملي جاو تيحفروا الناس حدا الدار ديال السيد سولوه قال لهم اودي حنا بغينا نصايبوا لابيسي، وحنا باقي عندنا التصاور ملي كان تيطلع هذا الريزو هذا، درنا شكايه للسيد العامل، سيد الرئيس الجامعه، سيد قائد سيد حياه زعير، ما كاين حتى شي رد اخويا نهائيا. هاد السيد هذا اصلا اللي جاب الريزو تحط عنده محامي ورجل قانون، يعني راه اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر، وهاد الريزو هذا فيه اخطار، كاين الناس هنا مريضه والله الا كاين الناس هنا تتصير على وليداتها الفلوس، وفقراء ما عندهمش وما كاينش اللي داها فيهم اخويا، وما كاينش اللي جا حتى طلو هضر معاهم وسول الناس الساكنه قالوا علاش هاد الشيء وعلاش، ما كاينش اللي تسوق اخويا، راه اللهم ان هذا منكر، نطلبوا من الله نطلبوا من المسؤولين يديروا، ما كاينش شي موافقه نهائيا، وهاد الناس يلاه شارين جداد شارين عشية، ما فهمتش انا، وكاين اراضي شاسعه، ها انت الا دورت الكاميرا اخويا ليا غادي تشوف اراضي شاسعه كاين فين يدار، وباش يدار هنايا على ود باش يشدوا الفلوس، يعني كشهريه محطوط عندهم الريزوله هذه والناس ضر، راه ماشي راه حشومه وعيب وعار، حنا ماشي ضد الريزو، الريزو في مصلحتنا كاملين، حنا عندنا الرباح يجي الريزو، ولكن كاين مناطق خاويه، ماشي يجي هنا ويتحط حدا الناس والسيد والله الا لا تيطلعوا الفوق تيقادوا تما تيطيح كروات تيطيحوا كل شيء على الدار ديالو، علاش هو فقير درويش، ونطلبوا من الله يدير شي حل اخويا، الله يسهل ما صعب وشكرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، كما يمكنك متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.